اهلا يا اهلا بالونش، اثبتت انك مغامر بنسبه 100%. كان احساسك ايه بقى؟ والله كان احساسي مختلف. اول مره اعمل حاجه زي كده، كنت مبسوط بيها جدا، وفي نفس الوقت كنت خايف جدا برضو لان انا ما عملتهاش قبل كده. طب احكي لنا بقى التفاصيل اللي حصل من اول ما نطيت من الطياره لحد ما جيت هنا. اول ما ركبنا الطياره انا كنت قلقان شويه، بس بعد ما خلاص نطينا من الطياره سنة الخوف دي خلاص راحت، ولقيتها لذيذة جداً، وما كنتش عايز أنزل من فوق. والله كنت شايف إيه وإنت فوق؟ كنت شايف الجبال من فوق والبحر. بما إنك أول مرة تجرب السكاي دايفنج، المغامرة حلوة وعجبتك، ممكن تجربها تاني؟ آه طبعاً، أنا كنت خايف في الأول، بس هي مش بالصعوبة اللي أنا كنت متخيلها، طلعت سهلة جداً، من الحاجات المختلفة اللي الواحد ممكن يجربها يعني. طيب مين من لعيبة الزمالك تحب إنك تشوفه في مغامرة زي دي؟ يعني ممكن نفسي اشوف حازم امام، لانه عنده فوبيا من الاماكن العاليه والطيارات وكده، فنفسي اشوفه يعمل حاجه زي كده. طيب قبل ما نكمل كلامنا، عايزاك تسمعنا الفويس نوت اللي انت بعتها. طبعا انا كان من زمان نفسي اعمل سكاي دايفنج، وما كانش فيه فرصه ان انا او الوقت ان انا اقدر اعمله، فالحمد لله جت الفرصه ان انا في البرنامج ان انا اقدر اعمل السكاي دايفنج، والحمد لله في مصر. ان شاء الله يعني ما يكونش في قلق واقدر اعمله واستمتع بيه، لان انا كان نفسي اعمله من فتره، والحمد لله لقيتها في مصر، ودي حاجه في حد ذاتها انا مبسوط بها جدا. لو مصر هتنظم بطولة كبيرة، تحب تكون كاس العالم ولا الاولمبياد؟ طبعا البطولتين بطولتين كبار، ومصر قادرة ان هي تستضيف حاجة زي كده، زي ما ابهرت الناس كلها في استضافها لأمم افريقيا 2019. ايه الأكلة اللي ما ينفعش تيجي السويس من غير ما تاكلها؟ السويس وكل المحافظات الساحلية، يعني اسكندرية واسماعيلية، هي أحسن حاجة عندهم السيفود، وأنا عامة بحب السيفود يعني. طيب احنا دلوقتي خلصنا، بس قبل ما ننهي دلوقتي هديك الكورة دي وعايزاك تنططها.